وطيارات مسيرة بكل أماكن داخل إقليم كردستان. هذا السيادة، إحنا نسمي السيادة. يعني ما أريد أتدخل بهذه الأمور، الآخر أنا أريد توضيح، يعني هسه لأنه تركيا موجودة أو أكو توغل تركي، فأنتم لهذا تريدون تقسيم أول حزب سياسي بأول أنا بس أول مرة اتفق أكو تقسيم للإقليم؟ لو لا 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 أريد تفضلي. أبد أبد أبد، لأنه عندنا قلت حتى إذا كان أحزاب السياسية يريدون الشعب الكردي ما يقبل، مستحيل شعب الكردي يقبل كل هاي الأمور، فساد وأمور الأخرى، بس ما يقبل تقسيم إقليم كردستان، لأنه هذا الإقليم إقليم جميعا وكل، يعني إحنا نفتخر بها، وشعب الكردي ضحى بكل أمور الحياة من الأنفال وحلبجة، كل هاي الأمور حتى حصلنا على هذا الإقليم وإقليم كردي. يعني هسه بإيد هذه الأحزاب السياسية نقبل يصير إقليمين؟ هذا مستحيل. وهم علاقات ويا الأحزاب الخارج إقليم كردستان ب21، كلنا نعرف بوقت تشكيل الحكومة حزب الديمقراطي أول حزب دخل ويا تقدم ويا صدريين، يعني هم بدوا بالعمل. مع الأسف أنا ما أريد أرجع إلى هذا الأمور، وبعدها اتحاد الوطن الكردستاني وصل إلى مرحلة حتى هم أرادوا يطلعون من أي ساحة سياسية، يعني بها بوقتها مجبور اتحاد الوطن الكردستاني يختار أي حزب حتى يقوي وعنده دور وعنده قوة، مو بكل سهولة بإيد هذه الأحزاب السياسية يطلعون الحزب من الاتحاد الوطني الكردستاني. بصورة عامة أنا أقول حاليا مو وقت هاي الاتهامات. إحنا نريد عندنا إقليم قوي وحكومة، حكومة الإقليم وحكومة الأحزاب السياسية، مو رئيس الحكومة قراراته من حزب الديمقراطي أو نائب الرئيس إذا كان صار من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.